حقيقة يعجز هذا الرجل، يعجز من لحقه من الناس. ولولا رسول الله صلى الله عليه وآله لكان من سبقه كلهم، وإلا غير النبي أيضا لا يصلون إليه. هذا النموذج اللي قدمه الرسول صلى الله عليه وآله للناس لكي يدوروا حوله، لأنهم عندئذ يدورون حول الحق ويكونون مع القرآن. هذه الليلة هي ليلة العشرين، وهي من أصعب الليالي على بيت أمير المؤمنين وعلى أهل الكوفة. حقيقة خسارة أمير المؤمنين، يعني متى حصلت الأمة على شخص يجسد النبي وما بقي غير 5 سنوات وأشهر بينه؟ طيب، وإذا بهذه الرحمة ترتحل من الأمة. لذلك تصور أنت اليوم تسمع الكلام ومع ذلك قلبك يخشع وعينك تبكي، شلون حال أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في تلك الليلة وهم يترقبون، واحد يدخل واحد يطلع، لا شلون حال النساء الأطفال بنات أمير المؤمنين عليه السلام. واحد من أصحاب الإمام علي ضرار ابن ضمرة بعد شهادة الإمام أمير المؤمنين بفترة طويلة من الزمان يدخل على معاوية ويوصف الإمام ذاك الوصف، كان والله شديد القوى بعيد المدى، تتفجر الحكمة من جوانبه والعلم من نواحيه، وكنا لا نكاد نكلمه لهيبته، إلى أن يقول له فكيف حزنك علي. أنت اسأل نفسك كيف حزنك على علي بن أبي طالب؟ فقال حزني علي حزن أم ذبح ولدها في حجرها فهي لا ترقأ دمعتها ولا تهدأ رنتها. هذا واحد مو من داخل البيت ورجل وبعد سنوات، شلون حال زينب في هذه الليلة؟ شلون حال أم كلثوم في هذه الليلة؟ شلون حال الحسن والحسين في هذه الليلة؟ أم كلثوم من جهة تنادي أبا يا أبا من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملا، من للأطفال، من للأيتام، من للأرامل. أبا يا أبا حزننا عليك طويل وعبرتنا لا ترقى. يقول محمد بن الحنفية ما مر علينا آل علي ليلة أعظم من ليلة العشرين من شهر رمضان، ما الذي جرى؟ قال دخل الطبيب على أمير المؤمنين وأخذ عرق شاة وضعه على موضع الجرح ثم نفخ فيه حتى بان بياض دماغ الإمام. التفت ذلك الطبيب إلى من حضر وأسر إلى الإمام بصوت خافت، يا أمير المؤمنين اعهد عهدك، ماكو أمل بعد، انتهى الرجاء، عهد عهدك فإن ضربة اللعين قد وصلت إلى أم الدمار. فنادى أبناء علي وعليا وإماما وسيدا خارج المنزل، تجاوب معهم الأطفال النساء الأصحاب، كل ينادي ونحن ننادي ومصيبتا تدخل
زينب سلام الله عليها تطلب الحسين، لأن بيت الإمام كان فيه رجال. دخل حجر ابن عدي الكندي وأبن الإمام، دخل غيره صعصع ابن صوحان وآخرون وأبنوا الإمام عليه السلام، وهكذا. لذلك كان البيت مملوء بالرجال المطمئنين. زينب تريد تستفسر عن حال والدها من الحسين عليه السلام، لأنها لا تستطيع أن ترى أباها والرجال حاضرون. تسأل من من؟ تسأل من محمد بن الحنفية ولا من الحسن؟ لا، عزيز قلبها الحسين، تسأل منه عن حال أبيها. يا حسين نشدك عن ولينا، يا خوي لا تخفي علينا، اش والدي بطل ونينا. ما يون الامام الصبح كان يئن، ان شاء الله علامه صحه وبشرى شفاء. اش والدي بطل ونينا، يا واشوف عرق يسبح جبين، كان حالته اليوم زينا. قالها يا زينب يا حزينة، أخبرك خبر لا تظهرين، ترى والدي والدي روح من دينا. أيوة عليا في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.